بالنسبة للأجواء في داخل مدينة بنغازي، تعتبر الأجواء كلها مهيئة الحمد لله للمنتخب الوطني، مساعدات من جميع النواحي الحمد لله، من الأمور الأمنية اللي ترافق في المنتخب سواء في الملعب أو في الهوتيل، كل الأمور الحمد لله تمام بالنسبة للأجواء. ونشوف في الأجواء حتى الرياضيين إن شاء الله عندهم دافع أن احنا أول مباراة بعد 7 سنوات في أرضنا، إن شاء الله تكون النتائج إيجابية، وهذا كله نشوف فيه من داخل الرياضيين بحكم أني قريب عليهم. أنا أضفت بعض اللاعبين الجدد لقائمة الفريق، منهم اللاعب علي يوسف، لاعب صغير السن وله مستقبل مع المنتخب، بالإضافة للحارس مراد الوحيشي، كنت أراقبه مع الأهلي بنغازي في مباراة الأخيرة. أنا حاليا لا أستطيع إضافة لاعبين جدد في هذه الفترة، لدينا 25 لاعبا جاهزين للمباراة المقبلة، ويتبقى لقاء تنزانيا الأخير في التصفيات.